بالنار، بالنار. ياسر الخبيث مجمع الاطفال الابرياء اطفال المسلمين عشان يعلمهم الكراهيه ويعلمهم الحقد والكراهيه لاخوه المسلم وبيخليهم يشتموا اطهر الناس اللي براها الله عز وجل من فوق سبع سماوات مين زوجة سيدنا رسول الله هي دي أخلاق الشيعة هي دي أخلاق المسلمين سيدنا علي أكرم أم المؤمنين عائشة عشان كان عارف فضلها أما أنت يا ياسر أنت وأطفال الشيعة للأسف بتضلعوا جيل كاره نفسه أصلا علشان في الآخر مش هتوصلوا لحوض سيدنا النبي إلا لما تعترفوا بطهارة أم المؤمنين عائشة